مباشرة كما اعتدت من الوضوح. تفضل خش. قصدتني الأختان أم سوكا ونوال. خير إن شاء الله. كل خير إن شاء الله. شوف يا معلم سلومة، شرعاً اليمين الذي رميته على الأخت نوال بالأمس يسمى بالطلاق المعلق. لماذا؟ لأنك علقته بدخولها البيت، وهذا اليمين لا يعد طلاقاً في الراجح من آراء الجمهور، ويمكنك التحلل منه بصيام 3 أيام. وبمجرد التحلل منه فالأخت نوال زوجتك، ويجوز لك مواقعتها إن شئت. يفتح الله يا مولانا، أنا خلاص شطبت. معناته إيه الكلام ده يا سلوم؟ مجاية الشيخ فوق دماغي من فوق، وشرف كبير ليا. بس يا مولانا زي ما علمتنا، الجواز قبول وإيجاب، وأنا لا قابلها ولا عاوز جوابها بصراحة كده. أنا ناوي أتجوز. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nagwan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Nagwan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Nagwan. Happy birthday to you. يا حلوة قوي. دي أقل حاجة. بس حلوة قوي يا مروان. ما تغير الترك اللي انت عمالك تتفرجي عليه طول اليوم ده وتحطي لنا حاجه تانية. هقول لك ليه، ما انت جاهل. ما انت اصلا كنت بتعرفي تركي زيي، كان زمانك فاهمه ومستمتعه. هو ده تركي يعني؟ امال ايه؟ لو انت وانت بقى بتعرفي تركي؟ اه يا اختي بعرف. اوريكي؟ اه وريني. ماشي. صباح الخير مازمازيل، كيفك اليوم؟ والله مو كتير منيح عدنان بيك، امبارحة ما نمت بنوب. ما يهمك، ارتاحي اليوم وان شاء الله بتصيري احسن. انت بتضحكي على ايه؟ على التركي التحفة اللي انت بتقوليه. اه يا اختي تحفة، وانت مش فاهمك، انت لسه بدري عليك ومش عرفت بالحاجات دي. قومي افتحي الباب. لا يا اختي، انا متفرج على المسلسل. قومي افتحي انت، يكون برنسس هلوكا بتاعك. قوم افتح عشان اخلص منك بس. حبيبي يا بابي. يا بنت بطلي المندبه اللي انت عاملاها دي، ادي الله وادي حكمته. وانت مصيبتك مصيبتين. بس خلينا في المصيبه القريبه دلوقتي، احنا عاوزين نشوف لك مكان علشان تبيتي فيه. ده انت حتى لو فكرتي تسافري لاهلك لازم تستني للصبح عشان تلاقي ركوبه تروحي لهم بيها. يا اختي ولو عرفوا اهلي انك انت اتطلقتي من سلومه، ولا ضربك، ولا عمل فيكي وطردك من بيته، والله العظيم لا يموتوكي ويذبحوكي ويدفنوكي بالحياه، وبعدين يضربوكي بالرصاص عشان يغسلوا عارهم منك. هو ده اخر صبري عليك يا سلومه؟ عاوز تجيب لي دره؟ على ايه يا حسره؟ اللي اخدته القرعه تاخده من الشعور. يا اخت نوال بارك الله فيكي. شوفي يا اختاه، الشرع الحنيف اباح للرجل متى ما تيسر له الحال أن ينكح من النساء مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل. وآمننا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي منا أن نؤمن بكل ما جاء به. وآيات التعدد وردت في القرآن في السورة المسماة باسم النساء. ولهذا يا أخت نوال واجب عليك حين يبلغك المعلم سلومة
برغبتي في الزواج أن تمتثلي وتقولي سمعا وطاعا. يا شيخ ناصر انزل يا أخويا من على المنبر بتاعك ده وسيبك من خطبة الجمعة اللي عمال تزاها علينا. البت كل الحكاية عايزة لها مكان مقنع يعني تحط جتتها فيها ها عشان ترتاح لحد ربنا ما يصبح علينا. ما أراه يا أم سوكة أن تقصر الأخت نوالة شر شيطانها وأن تصعد إلى بيت زوجها وتبيت فيه كما تفعل الحرائر. لا حرايق ولا مش حرايق يا عم الشيخ، أنا سلومة ده فردة شبشب وقلعتها من رجلي ومش هحطها فوق دماغي تاني. هي الرجالة خلصت ولا خلصت؟ وزي ما هو عاوز يتجوز عليا انا كمان هشوف حالي واوقع له يمين الطلاق بتاعه. هو انا واقعه ولا واقعه؟ ده انا نوال بردك. انت نوال بردك، واللي مش عاجبه يحط الصرمه في بقه. بس ايه رايك يا بنت؟ انت بنت طيبه وبنت حلال، انا عرفت لك المكنه اللي هتقعدي فيها. انت مش متخيل يا بابي وحشتني قد ايه. انت يا روح بابي. خطوه عزيزه يا اساتذه. مين دي؟ الله يعز مقدارك يا بنتي، ربنا يخليك. احنا متشكرين قوي ومقدرين جد عندك يعني، وخصوصا وقوفك جنب بنتي هايدي. وانا ولا كنت عايز اهتم ولا بقول لك ايه اللي بتقوله ده يا ابو طالب باشا؟ معقوله ده هايدي هانم دي اتشرف المنطقه كلها لما تقعد وسطينا؟ مين الهانم دي؟ الهوانم هي من مره جايه نجيب شويه هوانم. مين دي؟ سندس يا بابي. سندس. الشاي ده معمول بمية معدنية؟ مية ايه يا اخويا؟ مية معدنية. مية النيل. النيل اللي بيشرب مية النيل يرجع لمية النيل تاني. يا حبيبتي هايدي جبت لك الحاجات اللي انت طلبتيها. ميرسي، متشكرة قوي يا حبيبتي. بصي هايدي يا حبيبتي يا بنتي، انا عايزك ما تخافيش، ما تقلقيش، تكوني مطمنة. لسه جايين من عند نادر. نادر ماشي في القضية زي الصاروخ. انت احترم نفسك يعني، قاعدة فسحة بيكنيك وسط عيلة جميلة أشكالهم غريبة وتنبسطي. أمارات حلوين هم كلهم ناس. أنت بتشاور ليه؟ لا بقول يعني عنكم ناس كويسين. أنت متجوز؟ أنا لا، بس متكلمين عليا يعني. مين دي؟ دي سندس يا بابي، خالة كوريا. أهلا وسهلا. أنت بتروح الحجاز؟ بروح الحمد لله. انا عايز اروح الحجاز. حاضر يا ستي، ان شاء الله ربنا ينولها لك يا رب. عايز اجيب ميه زمزم لسعد. نجيب له ميه زمزم لسعد. حاضر. سعد بيحب البيض. ما تاخدش بالك ابو طالب باشا، اصل سندس اختي نفسها ومن عينها تطلع تروح الحجاز، ربنا يكتبها لها ويكتبها لنا. لا المهم تجيب بيض لسعد. بصوا بقى، انا هفتح مشروع هنا في بطن البقر. أنا هدخلك الجامع الليلة فقط يا أخت نوال، أنت لا تعلمين كم الحرج الذي تضعينني فيه والشبهات التي ألاقيها، ولكني لا أستطيع أن أمنع أمه من إماء الله من بيت بيوت الله حين تحتاجه. أنت بقى تدبقي حالك كده وتقعدي لحد ما نشوف هنعمل إيه، وبعدين تخشي تتوضي وتصلي لك ركعتين لله، وانت ساجده كده اهو اطلبي من ربنا وقولي له يا رب يا رب الولايه والغلابه، افرجها علينا يا رب، افتحها علينا يا رب، وهي ليله تعدي بالطول بقى ولا بالعرض على ما نشوف هيحصل فيك ايه. يلا. كتر خيرك يا مسوكه. كتر خيرك يا شيخ ناصر. لما اقصد نوال انا هقفل الباب من الخارج بالمفتاح وسافتحه في مواعيد الصلاه للنساء فقط، فجرا وظهرا. سامحيني يا اخت نوال، دي تعليمات وانا ملتزم بها. اقفله يا شيخ ناصر اقفله، ما الدنيا كلها ضاقت بيا، مش فارقه بقى يعني انا مسجونه فين. اقفل. يخرب عقلك ياض يا كداكي، ده انت بسبع ارواح يا. لا وايه، نزل الفرح ولا 17 راجل في بعض، ولا تقول لي اصابه ولا مستشفيات. نزل 17 راجل ورجع ذكر. بس ايه، برضك المزه قويه وشديده. كوريا فرتكت الليله عليه هو ونوال وسلومه. ديناميت يا مواطن ديناميت. ايه، المايه رجعت لمجاريها ولا مجاريها لسه طافحه؟ طافحه يا طاعون. يا عم ولا تسدت ولا بتاع، الحريم سهله ورجعتها قريبه، دوستين ثلاثه منك وهتلاقيها سلكت. ما اقدرش اقول لك غير كل طريقه حبك ليا، ما اقدرش اقول لك غير عليا، ولا مؤاخذه هات لي هديه. ادينا بندوس يا عم طاعون. سيبك انت، انا عايزك في حاجه ألذ. احنا ما احتفلناش بيك من ساعه خروجك من المستشفى. انا عندي واد صاحبي شغال بودي جارد في كباري سبع نجوم، انما ايه، من بتوعي الحلاوه يا مواطن. قفل الليله دي واطلع البس الحته الزفره وانزل لي، هعيشك ليله ملوكي، ليله مع طاعون. يلا ياض انجز، انا قلت لك قبل كده طاعون ده مش مجرد اسم، ده اسلوب حياه. ماشي يا هايدي، حرام عليك اللي انت بتعمليه في نفسك ده. انت تيجي تقعدي عندي في البيت وانا اقعد عند عمي،
احسن من المكان اللوكل اللي انت عايشه فيه ده وعايزه تعملي فيه مشروع. وما تخافيش، البوليس ما يقدرش يجي جنب بيتي او مكتبي، انا فوق مستوى الشبهات. شبهات ايه يا ابو شوكه؟ انت اهمل بس، اهمل بس حبيبتي. ما ينفعش انك تحتك بالناس، انت هنا مستخبيه، انت كنت بيزنس وومن، وشك ما شاء الله قمر ومعروف، يعني اي حد هيشوفك هيعرف. يا بابي انا نزلت هنا وشفت الناس، هم صحيح بيئه قوي بس غلابه، اكيد ما بيقروش جرايد ولا حتى بيشوفوا في التلفزيون غير المسلسلات والافلام. انا بقى قررت ان انا اعمل مشروع يهتم بالمراه في الحاره الشعبيه. لو انت من بتوعات المراه والحاجات دي يبقى ده انت من اولها انك بتجري في الخسران. احنا هنا حرمنا ملهمش في الجامعات النسوانيه والحاجات دي خالص. نسوانيه انت بتقولي ايه؟ انت مش فاهمك اصلا باللي انا بقوله. لا يا اختي انا بفهم في كل حاجه، ما تقول لها. وعشان ابوها موجود. كيف يعني يا ست هايدي كيف؟ كيف دي بقى هقول لك عليها واحده بواحده يا استاذ شكري، بس انا عايزاك تبقى معايا ستيب باي ستيب. انا معاك ستيب. خطوه بخطوه يعني، انا مش هعرف اعمل حاجه من غيرك. هو انت ناويه تعملي ايه؟ ممكن تفهميني؟ ناويه اعمل حاجه زي الحاجات اللي انا كنت بحبها، ما تقلقيش يا دينا، بس انا يعني احتاج شويه تمويل للمشروع ده يا بابي. انا حبيبتي تحت امرك، اللي انت عايزاه ابعته لك مع شكري، بس ما تفتحيش قوي بقى، انت عارفه رصيدي على قدي. لا يا بابي ما تقلقش، انا المشروع ده مش هيكلفنا كتير، هو ايجار المحل وشويه البضاعه اللي هجيبها. هيكون هنعمل محل بتاعي. اتلهي اتلهي. اخرب عقلك يا نوال، في ايه؟ ايه يا نوال؟ ايوه يا ابراهيم. في ايه؟ الله، مالك بتكلمني كده ليه؟ الحق عليا اني بكلمك يعني. خلاص يا نوال انا مش فاضيلك. بسال عليك، عامل ايه بعد العمليه بتاعتك؟ تمام الحمد لله خير. انا سلومه كرشني وحلف عليا بالطلاق، ما انا داخله له بيت بعد ما مد ايده عليا قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، واخره المتمه قال ايه؟ عايز يتجوز عليا. اتجوز؟ اتجوز مين؟ وانا مش عرفني يا كبداكي، هو انا في مين ولا في انه هيجيب لي دره؟ طب وانت عايزاني اعمل ايه دلوقتي يا نوال؟ اروح اقول له ما تتجوزش على مراتك اللي خطيبتي قفشتني معاها؟ لا يا هيما، انا عايزه اوقع يمين الطلاق واسيب سلومه وبيع سختي وناخد شقة قانون جديد في أيوتها، حتة غير الحتة النكسة دي. آه، ونتجوز أنا وإنت. نتجوز؟ أنت اتعطلت يا نوال؟ يعني إحنا لما نتجوز هنعمل إيه أكتر من اللي بنعمله؟ بقى كده يا إبراهيم؟ بتوديني النص البحر وتسيبني متعلقة؟ أنا لو وديتك ولا جبتك يا نوال، فاقد الشيء بيدور عليه، أنت اللي دماغك مودياكي وسايقة العشم قوي، وكل مرة يا نوال بتوقعينا في نصيبة أكبر من اللي قبلها، أنت فين؟ في الميضة بتاعت الجامع. كنت في الجامع واستحرمت اكلمك. جامع؟ انت هتتوبي يا نوال ولا ايه؟ يبقى ادعي لنا معاكي. سلام. ام سوكا، ام سوكا. مين؟ مساء الخير يا ام سوكا. اهلا، مساء الخير عليك يا اخويا، ازيك يا سلوم؟ الحمد لله. معلش احنا تعبناك اليومين اللي فاتوا ده في موضوع نوال. يا اخويا ولا تعبتني ولا حاجه، تعبكم راحه. على فكره انا جايب لك معايا حتتين لحمه، حتتين موزه يستاهلوا بقك. موزه؟ النبي انت راجل امير، طول عمري اقول عليك كريم وصاحب واجب. عاوز ايه بقى يا نوال؟ فين دلوقتي نوال؟ نوال انا اديتها للشيخ ناصر عشان يبيتها في الجامع غلبان. على فكره ان كل كام يوم كده هجيب لك حتتين لحمه زي دول. ايوه بس ليا عندك طلب صغير قدك ده. يا اخويا انت تؤمر، طلب صغير ده انت تطلب عينيا دول. قول قول عاوز ايه. طبعا انت سمعتيني وانا بقول ان عاوز اتجوز. ها حقك. الله، ده انت راجل والراجل له اربعه، انت يا دوب استهلكت واحده بس، فاضل لك التانية والتالتة والرابعة. المشوار في أوله. من عايزك بقى تليني دماغ العروسة. ألين دماغ العروسة؟ طب هي العروسة تبقى مين يعني؟ جمالات قريبة كوريا. جمالات يا أخويا، هو أنت كنت عرفتها إمتى وشفتها إمتى؟ ده لسه جاية يا دوبك في الحارة مبقاش كام يوم. الله، أمال أنا جاي لك ليه يا أبو شوك؟ عشان تلاقيني دماغ العروسة وتفهميها إن المعلم سلومة من كبارات الحتة، وإني هبسطها وأريحها وكل طلباتها مجابة، وكمان بالمرة تعرفي قصتها وتعرفي قرارها إيه. هديتك عندي يا أبو شوكة جلابية وجزمة وباروكة.